موجز أخبار طنجة 24. السلام عليكم. البداية مع الشأن الاقتصادي، حيث أفادت المندوبية الإقليمية لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بطنجة أنها منذ بداية العام الحالي وإلى غاية نوفمبر الجاري سلمت ما مجموعه 3693 شهادة سلبية لإنشاء مقاولات جديدة. وحسب معطيات المندوبية فإن العدد الإجمالي للشهادات السلبية المسلمة لأصحاب الطلبات بلغ 3693 شهادة إلى غاية نهاية الأسبوع المنصرم، مقابل 3865 شهادة تم تسليمها طيلة العام المنصرم. اقتصاديا دائما، أفادت المندوبية الجهوية لوزارة الفلاحة أن مجموع المساحات المحروطة بالحبوب على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة تفوق 319,000 هكتار. وحسب تقرير للمندوبية فإن عمليات حرث وزرع الحبوب عرفت تطورا مهما من حيث المساحات التي تم تهيئتها، بحيث تم تسجيل زيادة تقدر بحوالي 54% بالنسبة للمساحات المحروطة، وكذلك تطور مهم للمساحة المزروعة والتي ناهزت 3 أضعاف المساحة التي تم زرعها خلال نفس الفترة من الموسم الفلاحي الماضي. في موضوع آخر، قضت غرفة الجنح لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بعقوبات حبسية تراوحت مدتها ما بين شهر 1 و3 أشهر في حق 11 شخصا على خلفية أحداث الشغب التي شهدها ملعب طنجة الكبير خلال مباراة ديربي شمال، والتي جمعت بين فريقي اتحاد طنجة والمغرب التطواني يوم 3 أكتوبر الماضي. وتوزعت هذه الأحكام على 6 أشخاص تمت إدانتهم بشهرين حبسا نافذا لكل منهم، وشهر واحد لمتهمين آخرين، فيما قضت ب3 أشهر في حق 3 متورطين آخرين ب3 أشهر حبسا لكل واحد منهم. في الشأن الاجتماعي، نظمت الجماعة الحضرية لتطوان أمسنا الاثنين ورشة عمل حول مشروع التماسك الاجتماعي، والذي ستنجزه الجماعة بتعاون مع المنطقة الحضرية لبرشلونة وبتمويل من البرلمان المحلي لبرشلونة. لمست الورشة محاور خطة عمل المشروع في إطار الخطط الجماعي للتنمية ومقاربته المتعلقة بتنزيل المشاريع الخاصة بالنوع والتنمية المستدامة والمقاربة التشاركية والإعاقة والطفولة والشباب والأشخاص المسنين. وفي خبر آخر، يقوم اليوم الثلاثاء ميشيل فوزيل رئيس جهة بروفانس الفرنسية باكا زيارة رسمية لمدينة طنجة، وهي الزيارة التي تستمر 2 يوم وتقوده أيضا لمدينة تطوان. مصادر مطلعة أكدت إلى أن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقية تعاون تجمع بين رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العمري والسيد ميشيل فوزيل، كما سيعقد الجانبين مجموعة من اللقاءات التشاورية من أجل دراسة آفاق التعاون والشراكة وتعزيز التنسيق بين مجلس الجهة وباقي الجماعات الترابية.